ينام حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بجوار زوجته يوما، تقول حتى مس جلده جلدي وظهره ظهري، ثم انتفض فقام، فقلت إلى أين يا رسول الله؟ قال زاريني يا عائشة. فقلت إلى أين يا رسول الله؟ فإني أهوى قربك وأؤثر حبك. فقال زاريني يا عائشة، زاريني أعبد ربي. تقول فقام فصف قدميه بين يدي الله ثم كبر وجعل يصلي، فلما دخل في صلاته بكى حتى بلت دموعه لحيته، ثم ركع حتى بلت دموعه حجره، ثم سجد حتى بلت دموعه الارض. فلما انتهى من صلاته اضجع ضجعته، ثم جاءه بلال ينقذه الى الفجر فوجده يبكي، فقال له يا رسول الله أو تبكي وقد غفر الله لك كل ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبد يدخل على ربه ليس خوفا وليس بعدا، إنما يدخل عليه من باب الشكر، يشكره، يتحنن إليه، يتودد إليه. فالله عز وجل عظيم، عظمته مطلقة، عظيم في كبريائه، عظيم في رحمته، عظيم في عزته، عظيم في جبروته، عظيم في بره، عظيم في إحسانه، كائن من كائناته، نجم في مجرة، في مجموعة من مجرة من مليارات المجرات، نجم يدعى نجم الشمس، يقول فيه العلماء أنه خلق من 5000 مليار سنة، 5000 مليار سنة، ويقدرون أصحاب الأرقام الفلكية أنه سيعيش 5000 أخرى، أي أنها 10000 مليون مليون سنة، كائن من كائنات الله. كائن آخر لا يعيش إلا 1 من مليار في الثانية. خالق هذا وخالق هذا هو الله العظيم الذي دان له كل عظيم، فلا ملك يساويه ولا ملك يدنو منه أو يدانيه. الله العظيم المطلق يطلع يوما على حفنة من عباده في الجنة فيخرج عليهم فيقول لهم يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا رب وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من الأولين والآخرين؟ فيقول ألا أعطيكم خيرا من هذا؟ فيقولون يا رب وأي شيء خير من هذا؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.